كشف مدير فرع تموين صلاح الدين إبراهيم حسن حسين عن صدور تعليمات من وزارة التجارة بفتح النقل والفرز في البطاقة التموينية في المحافظة، مشيرا إلى المباشرة بإنجاز المعاملات في جميع أقضية المحافظة. صدرت تعليمات من قبل وزارة التجارة ودار التخطيط والمتابعة فتح عمليات النقل والفرز داخل محافظة صلاح الدين. يعني التعليمات صدرت هاي السنة شوية متأخرة، المفروض من بداية الشهر حتى المواطن يعني يتهيأ. على العموم احنا من يوم 15 فتحنا عمليات النقل وبدت مراكزنا من جنوب سامرة لحد قضاء الشرقات تستقبل معاملات المواطنين، والحمد لله والشكر يعني تمت العملية بسلاسة واستقبلنا معاملات المواطنين بصورة طبيعية وما عندنا أي مشاكل. احنا هسه ظرف طارئ انه بدينا من يوم 15 لحد يوم يعني لحد يوم 20 خمس ايام وراها اذا الله اراد راح نبدا عاد ندخلها نغذي الحاسب محاسبة الفرع بهذا المعاملات، وعلى بداية الشهر ان شاء الله راح نبدي يعني من يوم 1 اليوم 10 استقبال معاملات نقل وفرز واضافات ان شاء الله. احنا عندنا تعليمات صارمه بالمعقبين اللي يحاولون يبتزون المواطنين، احنا موجوده المراكز متوزعه بداخل الاقضيه والنواحي، فهو بدل ما يعطيها المعقب هي المعامله يعني ما تكلف غير 1000 دينار، ليش يروح يدفع 75 ويدفع 25؟ وهي هذه قوته يقدر يستخدمها بقوته يشتري يعني شغلات تفيده، عشان يعطيها هي المعاملة ما تكلف غير 1000 دينار.